مع انتهاء هذا العام تكون الغوطة قد أنهت عامها الثاني من الحصار الخانق الذي فرضه النظام عليها. أكثر من 700,000 شخص يقيمون في الغوطة الشرقية، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، لا يجدون فيها ملاذا آمنا، فهم بين مطرقة النظام التي تدق نار الحقد فوق رؤوسهم وسندان الحصار والجوع والمرض. وكذلك تكون الغوطة قد أنهت عامها الثالث من توقف كافة الأجهزة الإدارية والخدمية عن العمل، حيث أوقف النظام كافة تعاملات تلك الأجهزة مع المواطنين مع نهاية عام 2012، مما زاد في معاناة الغوطة وتسبب في الكثير من الفوضى والتشتت بين الأهالي، مما دفع الأهالي في الغوطة لإنشاء لجان أهلية تطورت فيما بعد لتصبح مجالس أهلية سعت لإدارة البلد وفق الحد الأدنى من الاحتياجات، وخاصة في ظل انعدام الدعم والموارد، فكانت الغوطة نموذجا لإدارة مناطق محررة مستقلة ومعزولة عن المحيط ومعزولة عن العالم الخارجي، وانعدام أدنى مقومات الحياة وخاصة الماء والغذاء والكهرباء، وكذلك مقومات الصحة والعناية الطبية والتعليمية والإغاثة. نبدأ من الأستاذ أبو سليمان القاضي الأول في الغوطة الشرقية. هناك أسئلة تتوارد إلى أذهان من يتابع وضع الغوطة الشرقية. من الأسئلة: كيف تم إنشاء المجلس القضائي، ومن هم أعضاؤه، وما هي مؤهلاتهم العلمية، وهل اتبعوا دورات تأهيلية تخولهم التصدي لمنصب القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشق الأول من السؤال أخي، بالنسبة للقضاء، كيف أنشئ المجلس القضائي؟ طبعا من أول الثورة كانت هناك محاولات لإنشاء محكمة الفصل في الخصومات، فض المنازعات، ولا سيما بعد أن أقدم النظام على تدمير مؤسسات الدولة، وأول مؤسسة هوجمت من قبل النظام هو المؤسسة القضائية من خلال إحراق قصر العدل في دوما، فأنشئت محكمة. ثم بعد ذلك كان هناك عدة محاولات لإنشاء عدة محاكم حسب الحاجة وحسب الضرورة، تطور هذا الأمر ليكون عدة هيئات قضائية في الغوطة الشرقية، فرضتها في ذلك الوقت الظروف التي كانت سائدة من الحواجز ويعني فصل بين المناطق والبلدات، إلى أن أكرمنا الله عز وجل بتجميع هذه الجهود، كل هذه الجهود السابقة لإنشاء المؤسسة القضائية المتمثلة في المجلس القضائي بمحاكمه وترتيباته. ثانيا، الشق الثاني من السؤال، أعضاء المجلس، وأضيف على أعضاء المجلس كل من دخل هذا السلك. نحن في المجلس القضائي نستفيد من كل الكفاءات الموجودة، كافة الكفاءات الموجودة، سواء الكفاءات الشرعية أو الحقوقية والشرطية إذا كان بمجال التحقيق وما شابه ذلك، فنستفيد من كل الكفاءات اللي موجودة على في الغوطة الشرقية الشرعية والحقوقية، ليأخذ كل صاحب اختصاص دوره في هذه المؤسسة. إذا انتقلنا للأخ أبو محمد قائد عسكري، يعني الوضع العسكري بالغوطة مجال للتساؤلات في كتير مناطق بسوريا، فيك تقيم لنا الوضع العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع العسكري حقيقة في الغوطة الشرقية وضع متميز، لا يمكن أن يقال عن منطقة عانت من حصار مستمر لأكثر من عامين، لم يدخل إليها أي من الموارد العسكرية، لا يوجد لها أي خطوط إمداد، لم تستورد من خارج نطاقها المحلي لا عتاد ولا ذخيرة ولا حتى مقاتلين، في حين أن النظام يحاصر هذه المنطقة الجغرافية من جميع جهاتها حصارا مطبقا منذ أكثر من عامين. ومن المعروف أن النظام
قد فتحت له أبواب الدعم من الدول في الشرق وفي الغرب، دعمته بالسلاح، دعمته بالعتاد، دعمته بالذخيرة، دعمته بالخبرات، دعمته بالأموال، دعمته بالسياسة، بالاقتصاد، حتى أنها دعمته بالعنصر البشري. وفي الغوطة الشرقية عبر معارك العام الماضي بالذات شاهدنا جميع الجنسيات المؤيدة لهذا النظام، شاهدنا جنسيات لبنانية من حزب الله اللبناني، وشاهدنا جنسيات عراقية من الميليشيات الشيعية العراقية، وشاهدنا حتى بعض الشيعة الهازارة من الأفغان. النظام فتحت له أبواب الدعم، في حين أن أبناء الغوطة الشرقية يدافعون بدمائهم المحلية وإمكاناتهم المحلية عن هذه الأرض، وتحسب لهم مدة هذا الصبر على هذا الحصار الطويل. ولا تزال بفضل الله عز وجل جبهات الغوطة الشرقية متماسكة، وشهدت خلال العام الماضي أكثر من 5 معارك ضخمة على مستوى سوريا، هي معارك هجومية عداك عن المعارك الدفاعية التي خاضتها الغوطة الشرقية. إذا ما انتقلنا للمجلس المحلي الأخ أحمد طاهم، المجلس البلدي هو أكثر الأجهزة تعاملا واحتكاكا مع المواطنين، مع الأهالي. يعني معروف الغوطة الشرقية محاصرة صار لها 3 سنين مثل ما ذكرت أول المشاركة. يعني في كادر مميز موجود بالمجلس المحلي بمدينة دوما ومرتبط حتى بالمجالس المحلية بالغوطة الشرقية. في إنجازات أكيد لهالمجلس ممكن تستعرض لنا إياها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أنا بداية حابب أعرج على موضوع إنه يعني المجلس يعني حاولنا نعمل صيغة انتخابية تخصصية بحيث يكون شامل الفعاليات المثقفة بالمدينة. فبالمجلس هلا اليوم عنا في 8 مهندسين، 3 معهم شهادات اقتصاد وتجارة واقتصاد. فيعني هذا الكم اللي عم يحاول يخدم البلد هو يعني كادر تخصصي فني. هلا حاولنا احنا بداية انه نفوت بموضوع الخدمي اكثر، اللي موضوع مثلا ازالة النفايات او من المدينة. فالسنة الماضية وحدها يعني تقريبا تقول 18,000 متر مكعب من القمامة رحلت من المدينة. يعني انا بقول يا ترى لو كان ما في هيك مجلس او ما في هيك ناس تعمل هذا العمل، كانت اكيد يعني في امراض وفي اوبئه كثير كانت لها تكون. فهذا الجهد طبعا قمنا فيه نحن بمساعده اهل المدينه وبمساعده كافه الفعاليات. في موضوع ثاني خدمي كان كثير موضوع ملح، هو موضوع الصرف الصحي. يعني حاولنا كثير نشتغل على هذا الاساس، وتقريبا بالسنه كان في عندنا تقريبا 600 طلب بهذا الخصوص اشتغلناهم. بس في موضوع تاني يعني بحب رد ارجع كرره، موضوع انه كان في بدوما اكثر من مجلس محلي، اليوم صرنا مجلس محلي واحد معترف فيه من كافة الفعاليات. وهذا المجلس اليوم عم يحاول يقوم مثل ما تفضلت انت بذات الحديث، انه احنا عم نشتغل هلا اليوم مقام الدولة، يعني مجلس محلي او قضائي او عسكري، الكل عم يتضافر لحتى تقوم بمهام الدولة اللي فقدت، يعني تقوم بمكان مؤسسة الدولة اللي فقدت يعني بعد التحرير فقدت هالمؤسسات هاي. طبعا في عنا خدمات عقارية لحتى ما يصير في أكثر من بيع أو أكثر من عمليات نصب أو الاحتيال، كمان هاي خدمة موجودة وعليها رسوم بسيطة بتقاضاها المجلس. طبعا في معاملات الانتقال الملكية أو تخارج أو إلى آخره. كمان في عنا مجلس في سجل مدني بحاول يوثق حالة الزواج والطلاق والولادات والوفيات، بحيث أنه يكون يعني مؤسسة كاملة عم تدير موضوع الوفيات. دخلنا للأخ محمد كنسأله يعني على الوفيات والشهداء وازدياد أعداد المحتاجين يعني بالغوطة. هات نسمع أنه شخص استشهد، أنا تصار في عائلة زادوا العوائل المحتاجة اللي ما عاد لهم معيل ببيته. طبعا السيد محمد رئيس جمعية خيرية، جمعية خيرية بدوما من أعرق وأشهر الجمعيات على مستوى سوريا، وكانت بتقدم خدماتها للكثير من المواطنين ويأتيها لا بأس من التبرعات. أما الآن فقد شحت الموارد كثير بالكون وكثر المحتاجين حتى يعني يعني الأعداد المتزايدة للمحتاجين، شلون عم تواجهوها بالغوطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة يعني الأعمال كتير كبيرة، لذلك نحن عم نحاول ننشئ مشاريع تجزئ هالأعمال وتخدم قسم من هالناس المحتاجين أو المصابين أو حتى الأيتام وكثير من العائلات اللي حالتها المادية دهورت جدا يعني. فلذلك عم نحاول ونبذل كل الجهود لنحقق ولو شيء بسيط يعني لهالعائلة هاي. الحياة يعني الجمعية فيها في قلة موارد شديدة جدا، فلذلك يعني اللي عم تقدمه هو شيء قليل، بس الحمد لله إن شاء الله مدروس وتوفقنا الحمد لله بكتير مشاريع أنشأناها، وهلأ على وش الأرض ما شاء الله ماشي الحمد لله. طيب إذا انتقلنا للموضوع الأمني مع الأخ عقيد عبد القادر أبو سعيد مستجار مديرية شرطة الدول، كل بيعرف أنه أحد أسباب الثورة السورية هو الأجهزة الأمنية القمعية اللي كانت يعني مظلة للنظام المستبد وعم يحقق غاياته باستغلال الشعب أو باستغلال المناصب السياسية عبر الأجهزة القمعية وقمع هالناس. هلا أنتوا عبر أنه مديرية شرطة وبديل لهذا الشيء لحفظ الأمن في البلاد المحررة، شو خلصتوا هاي النظرة من يعني غيرتوا هالنظرة من الناس أنه شرطة يعني مستبد؟ شو الأداة اللي عملتوها؟ شو بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك ذو شقين، الشق الأول فيما يتعلق فيما كان قد مضى من النظام القديم، النظام الأمني القديم وما كان يفعل. إن هذا النظام مثله مثل باقي الأنظمة السائدة في العالم من مخلفات الحرب الباردة التي ظهرت من خلال ستارة الديمقراطية وأنها تقوم لخدمة مواطنيها وشعبها، ولكن في العمق وفي الداخل وفي سجونها المغلقة يفعل الكثير الكثير. حتى في عمل الشرطة التي كانت سائدة فيما مضى لا تقوم بعملها ودورها الضامن للمواطنين من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، بل كانت تدفع هذه الجهة هذه الشرطة من خلال الأعمال الأمنية والأجهزة الأمنية إلى ما إلى ما إلى ما تصبو إليه. وفيما يتعلق بواقعنا الحالي ولله الحمد بعد هذه الثورة انبثقت الشرطة نتيجة للفراغ الذي حصل، ولم نشعر بفراغ حقيقة نتيجة للشرعيات التي تصدت للفراغ الأمني الحاصل والمغافر، إلى أن تبلورت وتطورت إلى أن حصل أوجد مديرية شرطة منطقة دوما وغيرها من الأجهزة الأمنية مثل أمن الغوطة وأخوتنا في أمن الثورة والأمن القضائي والشرطة العسكرية التي مباشرة أخذت هذا العمل وغيرت هذه النظرة وغيرت هذا العمل من خلال التحقيق الشرعي الجاد وإحقاق الحق وتنظيم الضبوط اللازمة وتحويلها للقضاء الذي توحد منذ فترة طيبة. عم نحكي على القضاء ننتهي للأستاذ سليمان. تفضل. الأخ العقيد حكى أنه عم يعرض عليه قضايا جنائية ومختلف القضايا. هلا أنتم بتتعاملوا مع كل القضايا الأمنية السياسية الشرعية، أما في أنواع قضايا تعرض عليكم؟ طبيعة المؤسسات القضائية، المؤسسة القضائية أنها تتعامل مع القضايا التي يجب الفصل فيها، وهي فض المنازعات وفصل الخصومات والمخالفات وكل ما يتعلق بهذه الأمور. القضايا السياسية لا يتدخل القضاء في القضايا السياسية، أي نعم، لكن عندما يتحول الأمر إلى قضية جنائية، قضية قتل، قضية جنائية بشكل عام، نعم، في أي مجال من المجالات فهذا يرجع إلى القضاء للفصل فيها. نعم. أما الأمور السياسية القضاء لا يتدخل في الأمور السياسية. أو هلا اذا انتقلنا للاخ ابو محمد،
هلا العام الماضي شهد تطورات إيجابية وسلبية، منها انتصارات ومنها تراجعات بعدرة بالدخانية، وفي نصر بيعدوه بالغوطة هو ثباتكم بجوبر. فيك تحدثنا عن الاتجاهات السلبية والإيجابية بالجبهات؟ طبعا خلال العام الماضي كان هناك سلسلة من المعارك، منها ما هو هجومي ومنها ما هو بطابع دفاعي. كما ذكرت لك، جبهات الغوطة الشرقية تحيط بالغوطة الشرقية من جميع الجهات ومن جميع الزوايا. في كل مرة تكون الاستراتيجية للنظام أو للثوار بفتح جبهة جديدة أو محور جديد. ممكن أن تتحدث عن الانتصارات التي حصلت في الغوطة الشرقية. نعم، هناك الكثير من المعارك التي حقق فيها المجاهدون انتصارات واسعة على أرض الغوطة الشرقية، وفي المقابل كان هناك بعض الانكسارات في بعض الجبهات وفي بعض المحاور. إذا تحدثت مثلا عن المليحة، المليحة هي ملحمة بحد ذاتها. المليحة أسطورة من أساطير الثورة السورية، حيث ثبت فيها فصائل المقاتلة في أرض الغوطة لمدة أكثر من 135 يوما. هذه الأيام كلها لم يتوقف فيها الاشتباك ولا المعارك ولا القصف للحظة واحدة، بل كانت معارك مستمرة حقق فيها بفضل الله تعالى ثبات كبير للمجاهدين في ضوء الإمكانيات النارية الهائلة التي يتمتع فيها النظام، سواء من الغطاء الجوي أو من القصف المدفعي أو من الآليات والمدرعات التي كان يستعملها، بالإضافة لي كما ذكرت لك تعدد الجنسيات المشاركة والأموال والخبرات المفتوحة الروسية والإيرانية التي قدمت في معركة المليحة. كانت عمل مشترك بينكم وبين باقي الفصائل؟ الفصائل الغوطة عموما كانت مشاركة في جبهة المليحة. فترة شهدنا تشكيل قيادة العسكرية المشتركة الموحدة، وين وصلت جهود التوحيد؟ أما شو بتحكي لنا عن القيادة الموحدة الآن؟ كما هو ملاحظ يعني في عموم الثورة السورية هناك مراحل ثورية تخطوها عموم المناطق، وللمناطق المحاصرة خصوصية عن غيرها من المناطق المفتوحة، لا سيما تلك التي تتمتع بخطوط إمداد مفتوحة وإمكانيات موفورة. القيادة العسكرية الموحدة التي أسست في الغوطة الشرقية كانت بحكم الحصار الذي تعاني منه الغوطة الشرقية للحصول على مستوى من التنسيق العسكري أعلى، وللمشاركة في ضبط الجانب الأمني ما أمكن في الغوطة الشرقية، ومساندة المجلس القضائي للغوطة الشرقية في تنفيذ أحكامه وقراراته الصادرة عنه. وملاحظ هذا الأمر في أكثر من منطقة في عموم سوريا، أن الفصائل تلجأ إلى إيجاد أجسام للتنسيق فيما بينها لتحصيل أداء عسكري وأمني أفضل على الأرض. هلأ إذا رجعنا للمجلس المحلي، هلأ في صعوبات بتواجه المجلس المحلي من جهة التمويل، وقود للآليات، مشكلة أجور موظفين عمال، شلون تجاوزتوا هالمشكلة؟ طبعا الغوطة كلها بشكل عام ضمن الحصار اللي صار عليها بالفترة الأخيرة أبدعت كثير بالبدائل. يعني نحن شفنا بجزء وشاف العالم كله البدائل اللي أبدعناها بعد الحصار. من الناس بلشت بالحصار اللي كان هو حصار قاتل ومميت، أبدعت بدائل غذائية، أبدعت بدائل بناحية الوقود. كمان المجلس المحلي جزء من هالتركيبة هاي، يعني لدرجة إنه يوم اللي خف الوقود كتير اضطرينا أن نبعث النفايات على المقلب بالعربات اللي عم يجرها العمال حتى نحسم، يعني ما نقطع البلد من موضوع النظافة. طبعا موضوع التمويل، يعني ما حدا بس ينكر أنه في تمويل، طبعا شحيح لأنه الجهات الداعمة ما لبصورة حجم الحصار اللي مفروض علينا. يعني يصل سعر لتر المازوت بفترة من الفترات ل 2000 ليرة سوري، 14 دولار. يعني مثلا وصل سعر لتر المازوت لحد ال 2000 ليرة سوري، يعني بدك تقول بحدود 14 دولار. هذا رقم كارثي هون بالغوطة. اليوم إذا كنت أنا عم أقول على عامل عم ياخذ بآخر الأسبوع 2500 ليرة، كيلو السكر لحاله حقه 3600 ليرة. فاليوم في فرق شاسع كتير كبير بين، فالعمل اللي عم يعملوه ما بس المجلس المحلي وكل الفعاليات الثانية هو يعني يكاد يكون تطوعي، لأنه بالنهاية أجور رمزية. يعني حتى الأخواننا اللي على الجبهات يعني بجوز شيء يسد الرمق. يعني
فاليوم ما المجلس المحلي لوحده، كل الفعاليات أبدعت حلول من عنده لحتى تتجاوز هذا الحصار. هلأ المجلس المحلي اشتغل على مشروع زراعي لزراعة القمح، كان في عندنا 2500 دنم في دعمهم، والحمد لله يعني نجحنا بهالموضوع ودعمنا زراعة القمح بالتشارك بيننا وبين الفلاحين، وأنجزنا الحمد لله إنجاز جيد جدا يعني، وتوزع القمح بالمجان بالمجلس المحلي. طبعا هي خطوة باتجاه كسر الحصار. تمام. هلا الأخ أبو محمد الأستاذ عم بيحكي إنه سعر المواد الغذائية وصل ل يعني فوق $15 3000 ليرة، فنحن أكيد صار في فئات كتير بالمجتمع ما عادت قادرة إنه تجيب مثلا طعام لبيتها. شو أهم الفئات اللي أنتم بتقدموا لها المال وما توفر لديكم؟ يعني ما شاء الله هي الفئات هلأ صارت كثيرة، فعاد الله يعين الناس والله. يعني في مثل المحتاجين والفقراء والمصابين والأيتام حتى الشهداء. الشهداء يعني في من مختص عليهم، فنحن يعني عم نحاول كثير نخدم أكبر شريحة محتاجة بالمجتمع. في مشاريع أنجزتوها في مشروع كساء، اللي شو هو؟ والله نحن يعني اشتغلنا على كثير مشاريع، منها هو مشروع كساء. هلا نحن عم نعمل مشروع كساء شتوي، هو عبارة عن معطف بناتي ومعطف ولادي. مشروع افطار صايم برمضان الماضي، مشروع افطار الصايم اشتغلنا عليه برمضان الماضي، هو عن مائدة الرحمن سميناها، فكانت موائد متنقلة. نعم، فكانت موائد إفطار متنقلة بالبلد كل الشهر الحمد لله. بالإضافة لمشروع الأضاحي بالعيد الأضحى الماضي، الحمد لله دمحنا بالجمعية، احنا عندنا مذبح بالجمعية ومصلخ، فاستفدنا منه الحمد لله وأمنا مشروع الأضاحي بخلال الجمعية وتوزع بالبلد إن شاء الله الحمد لله. بالإضافة في مشروع كان رائد، هو سميناه لمسة عافية، فسجلنا من خلاله كل الحالات المشلولين بدومة تقريبا، فكان العدد ضخم جدا، يعني تصور العدد حوالي 350 مشلول بدومة. إذا رجعنا للأستاذ أبو سليمان عن القضاء، هلأ مجلس القضاء موجود بالغوطة الشرقية، حكيت لي انه بيبث بالامور الجنائيه وغيره. هلا هل يملك مجلس القضاء صلاحيه للبث بين خلافات عسكريه؟ بس بين القائد والفصائل، ما بين الافراد، شو المهمه تبعه بالنسبه للعسكريين؟ شو علاقته بالعسكريين؟ شيء طبيعي، القضاء يفصل بكل القضايا سواء بين العسكريين او المدنيين. نعم، طبعا المحاكم، هناك محاكم مختصة، في محاكم مدنية جزائية أحوال شخصية إلى غير ذلك من المحاكم الاختصاصات. شيء طبيعي إذا نشأ هناك مشكلة بين أي طرفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو عسكري ومدني أو أي مشكلة، يجب أن تحل عن طريق القضاء. هلا هل هناك قوة تفصيل يعني قوة تنفذ أحكام القضاء تابعة لكم؟ كل الأحكام اللي بتذكروها، القوة التي تنفذ الأحكام كما ذكر الأخ العقيد، أن هناك قوة ثورية نشأت منذ البداية للقيام بهذا الدور، سواء قوى الأمن العام، شرطة الغوطة، الشرطة العسكرية، أو قوى أمن الثورة والأمن القضائي ومديرية المنطقة. هذه القوى الآن مطلوب منها أن تنفذ، وهي تنفذ هذه الأحكام القضائية قدر استطاعتها. يعني كما سمعنا اليوم أن المجالس المحلية لها إمكانيات، الجمعيات الخيرية لها إمكانيات، كذلك المؤسسة القضائية لها إمكانيات، والقوى التابعة لها إمكانيات.
الفصائل العسكرية تلتزم بهذه وتقدم ما يطلب منها من مؤازرات إذا احتاج إليها في بعض المجالات. خليني أرجع لأخ العقيل. نعم. لأجهزة شرطة منطقة دوما وغيرها، هل هي أداة لتنفيذ أحكام القضائية أما هي شرطة أم هي أجهزة أمنية؟ عبارة عن إن مديرية شرطة منطقة دوما هي إحدى القوى الأمنية العاملة في الغوطة مع مثيلاتها وأخواتها ضمن الغوطة من الأمن العام وأمن الثورة والأمن القضائي والشرطة العسكرية. كما تحدثنا بدأت بمغافر بسيطة وبوادر أخوة بادروا لضبط الأمن وفصل النزاعات البدائية ابتداء، يعني بخص بالذكر الأخ أبو حسن هارون حاليا مدير منطقة كان يترأس مخفر، وكان الأخ أبو ياسر عبد الرزاق أيضا يترأس مخفر، وكان يفصلونا بالنزاعات من ضبوط من كتابة الضبوط وفصل النزاعات عند عدم توحيد القضاء، ومن ثم إحالة الأمر إلى القضاء فيما بعد. ولكن بروح الأخوة الموجودة بين الأخوة جميعا توحد هذا العمل، وإن شاء الله وتعالى نحن أمام توحيد الجهود إلى قيادة شرطة الغوطة على مستوى الغوطة. فيما يخص مديرية شرطة منطقة دوما، لدينا الآن المخفر وقسم الأمن الجنائي وقسم الأدلة الجنائية لتقديم الخدمات لكافة الوحدات، ومن ثم النشرة الشرطية واللا حكم عليه. وتبعيتنا لا نتبع لأحد أي فصيل عسكري، بل إن شاء الله وتعالى يكون تبعيتنا للدولة القادمة الجديدة ضمن الحل الشمولي ضمن محافظة الغوطة بشكل عام.